على شباب حياكم في حلقه 12 من سبون بوينت. اليوم as usual our hosts علاوي حمود مستر واي تو ذا زي and our guest منصور. اوكي يا مو قلت والشباب والشعب والشعب منصور لي اللي ما يعرفه واحد من اكبر سبسكرايبرز عندنا يعني سبورتر بيك سبورترز وهو قال لنا بيجي البودكاست ولايك بيفور وي كونتينيو سوري على صوت الكراسي وي كانوت مو تسمعون شيء لوك نوثينج از بيرفكت بويز ذس ويك ذات ليفل يعني مرة عندنا مشكله في الكراسي ف تحملوا الصوت. Hopefully by next week. نسيت أجيب WD-40 next week. And if you want to support us, donations boys, we can buy chairs with donations. For people, زيد الباكج. For the people اللي يشوفون في يوتيوب أو يسمعونا على سبوتيفاي, we usually stream the podcast Friday 8 نبتدي. بس قبل 8 we have stuff happening about 15-30 minutes قبل شو اسمه البودكاست نسولف. If you want to know شنو الأشياء اللي سولفنا عنها, it's exclusive yes. Twitch viewers, so you have to be there on live to watch it. Yep. Like we said, if you want to watch the podcast or you listen to it, it's on Spotify and YouTube. ساعتها الربع ساعة اللي قبل البودكاست أحلى من البودكاست. إيه ساعات إذا في أشياء تكلم عنها غير لا لا yes, لا. On فاتكم اليوم فاتك اليوم فاتك ما ميم حطوا دوسري على تويتر حصل 500 كان صورتهم كانت صورتهم مكتوب تحت فاتك اليوم تعرف هادي ترى واجد صيدنا الحركة اللي فاتك اليوم إذا فاتك شنو فاتك ما أدري أنت ما تبي فوتك اليوم أوكي ثانكس لا القهر تنقهر أكثر إذا تعرف شنو صدق فاتك تقول إنسان ما فات ما فاتنا حس عادي يعني بس يقول لك فاتك تقول شيت تعرف شنو المشكلة إن طول اليوم ما تسوي ولا شيء فاتك اليوم ها شنو فاتني والله لعبنا إيه بس أمس لاعبين بعد أوكي والله الجيم طقيت واحد هيد شوت زي أمس 15 واحد ضرب هيد شوت أنزين ف as usual لما يكون عندنا guest you want to introduce him عش حق ال viewers and listeners كنون فا اوكي منصور we know I know منصور من زمان انت قلت عندك قصة حق اليوم بس I know شو حصم علي فخلنا نبتدي اول شيء اوكي of course anyone who comes here most of them يقولون 99% gamers ف which games do you play دقيقة بس قبل ان بدي ترى رفيق حمود منصور وهو جايب لنا انا رفيق اصلا حمود جابنا لان احنا ربعه وخلانا شوف حق فور اني ولا حق اللي حمود كل شيء حق اللي يسمع اصلا everyone who came اوكي حتى لو كان رفيق قبل ما اعرفهم ستيل ربعهم زومبي رفيقكم انزين رفيقك اوكي بس رفيقكم الحين سمحت انا بقى اشرف لي اكون رفيق زومبي لا تلا ازبلي زومبي I love you man ماكو come on ماكو you guys both worked with them I know him before you guys know him بس انا ما عرفتكم عليه بس رفيقه ماكو عرفني عليكم by the way yeah I know ماكو قبل اعرف حمود انا ما اتذكر شو عرفنا بعض بس I know it's gonna be a fucked up that doesn't count so, yeah I don't wanna know خلاص انزين فاذا تبوي يعني اذا تبويها صح ماكو رفيق علاوي هو عرفه عليه جبنا رفيقك فما تقدر تحلطم الحين خلاص اتشرف انه مقبول يعني كان وي سين علاوي ديد اول ذس يعني وذاوت هيم اف ذات ايفنت ديدنت هابن ناثينج اوف ذس وود هابن ترى واجد صح 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 زين نرجع حق منصور وش از امبورتنت ناو فقول لنا شنو الالعاب اللي اوكي شنو الالعاب اللي يعني انه يو لايك ذا جانرز وشنو الالعاب اللي تلعبهم كارنتلي والله انا يعني انتم تعرفون اي هيت مالتي بلاير جيمز انزين يس انزين وافضل دائما سنجل بلاير اكسبيرينسز نينتندو فان بوي لابس تي شيرت حق الليسنرز لابس فانير مكتوب عليه نينتندو فان بوي كنت بلبس ريسبون بس معروف بعضهم نينتندو مالتي بلاير جيمز بس مالتي بلاير بلاتفورم كنت بلبس ريسبون بس بعض الناس جاب لي سايز غلط مو ادري من ديم لا بس صراحه شجعني انه اضعف زين نرجع حق شلون سو اوكي فشنو الالعاب اذا سنجل بلاير جيمز شنو الحين ريسنتلي انا لعبت 3 جيمز خلصتهم اللي هو دايز جون او اي هيرت اتس جود بس بليز لعبتها بالعربي لا ايام مضت ايام مضت اي في رمضان القوه الخارقه والرئيس بعد لعبت بلاك ستيلز انسنس وايد 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 حلوه يعني لحظه هاي اللي في ران ما شنو اوكي اي وان بلاي ات اتس اكشلي يقولوا مخلوق لعبه يقول فن وعندك 198x
19.8X بالضبط قال لي عنها تحت اسم قلت له منصور انا اول مره اسمع لي بس 19.8X is a Kickstarter game it's episodic نزل ابسود 1 ساعه واحده بس كان الستوري الفن او اللعبه ان كامل يعني شلون مسوينها مسوينها ان ستايل مال اركيد جيمز الكلاسيك 80s اركيد جيم بيسكلي اول جيم بيت ام اب اوكي ثاني جيم تلعب سبيس نفس سبيس انفيدرز سبيس انفيدرز سكند جيم تلعب ريسنج جيم القدام اللي كذي اللي اوكي اللي مال شو اسمه نينتندو الكلاسيكس على اللي كذي 1980s عندك في نينجا جيمز اللي نفس نينجا جيدن بس الفاست بيس اللي تقدر تقول نفس سترايدر من لعب سترايدر كلهم 2 دي يعني ولا 3 دي كلهم 2 دي اوكي اذا الا الريسنج جيم تقدر تعتبره 3 دي بس اللاست جيم الار بي جي تعرف الار بي جي اللي فيرست بيرسون يكون نفس القديم يس يس لك عندنا شنو في لعبه نفسها قديمه في امل نفس اللي نفس دوم قبل ما شنو نفس شو اسمه نفس الستايل الجديد بس انه اتس لايك بس في خط اخضر وصور ايفن مور في الايتيز مان فالحلو اللي فيه انه ليش هالخمس العاب في هاللعبه اتس ا جيم بيسكلي عن واحد اكتشف الاركيد واحد يعني عنده حياه شوي يعني شنو يعني شوي يعني نرد يعاني يعني فاكتشف الاركيد والاركيد وايد يساعده في حياته وانت تلاحظ ان يلعب يعني البيت ام اب جيم تشوف يعني الكاركتر ان تقدر تقول تعرف انت ساعات تلعب لعبه تتخيل روحك مكان اللعبه ايه كذي هو قاعد يتخيل روحه في كل لعبه بيسكلي وانت تلعبهم والساوند تراك اتس 8 بت بليز قول لي 8 بت او 16 بت لا اتس لايك 32 بت اوكي 16 بت هاللون ذاتس جود بس الساوند تراك از يعني وشو اقول يعني جست بلاي ذا جيم كيك ستارتر جيم كيك ستارتر جيم ابيسودك على الاقل في شيء طعم كيك ستارتر ذس از ذا سكند ثينج اللي هالفتره طعم كيك ستارتر ويتش از جود صح او اول لعبه ترى كيك ستارتر هي ستار سيتيزن شوف كيك ستارتر جيمز مشكلتهم ان they have a bad track record الا ريسنتلي عندك A Hat in Time كيك ستارتر جيم ثلاثة اشتغلوا على اللعبة mostly one اوكي هالثلاثة ما التقوا ولا مرة يعني online بس ها ايه بس online that's cool that's this is the cool thing about the internet ايه. you can do so much about طرشون الكودكس كل شيء والبرمجة من اللعبة كل واحد يشتغل عليها collaboration وايد حلوة وايد حلوة وايد حلوة يعني it's a platformer وانا وايد احب الجانرة مال platforming و another kickstarter game اللي هي Bloodstained Bloodstained انا امس قاعد اطعم Bloodstained كانوا يقولوا لي اسمعوا عنها زومبي كانوا يقولوا لي عنها امس كذي it looks fun يعني it's so cassavilla like recently موضوع خلينا نتكلم عن موضوع الملتي بلاير زين recently قد طلعت فيديو انه ملتي بلاير مو قاعدين يصيرون از ملتي بلاير انيمور قصدهم ان ويقول ثلاثتكم لعبتوا وورد اوف كرافت منصور ما جربت وورد اوف كرافت جربت حق اسبوع شنو ما لعبت وورد اوف كرافت اند يور بيست فريند اس حدي بالضبط اي ترايد ات بس اتس نوت فور مي اي لايك ذا ستوري حدي ون اوف بارت اوف ذا ريزنز اللي اي جوت كونفينس تو بلاي وورد اوف كرافت باي ذا وي بقول لك ان يو سي هيم مور ذان اي سي انا انسان عمري ما لعبت هالالعاب اللي هو الام ام ار بكمل موضوعي عشان هي ويل لايك ذا جيم مور انزين وورد اوف كرافت اتس ام ام او صح لو مو صح انزين يقول لك اللعبه ترى وي فيل اف وي بلاينج ده تلعب سنجل ده تلعب بروحك اتس لايك سنجل بلاير جيم تلعب ده تلعب ستوري مستحيل احب اسوي لك كوستات او اذا احب اسوي لك كوستات اوكي كوست خلصت يو دونت نو يو دونت سبيك وذ ذم عرفت اتس لايك ام بي سي رانينج هذا اللي صار اللعبه صار مور اوف ام بي سي انزين وياك ازب من هيومن بين You don't interact with. Okay. يا زعم كانت بندش ريد وبنحصل ربع حاليا قاعد العب اللعبة كم سنة انا اذا ما تكون في جلد انزين you cannot you're do playing anything. single player. Basically you're playing single player. You cannot do anything multiplayer based اذا you're not in a guild. انزين فالالعاب الحاليا اللي قاعدة تنزل towards multiplayer انزين عندنا مثلا Battle Royales. Battle Royales I don't think it's a multiplayer game. يعني it's not interact with other one. يعني انا بقول لك unless you're in a squad exactly حتى سكواد بس كنت اعرفهم يعني لا يعني صار في بس ناس دشون عندهم سكواد بالضبط وش تفرق اللعبه عن كاوتش كواب اربعه قاعد يلعبون اربعه في سكواد سيم ثينج نوت ريلي بس اللي قاعد حتى الشوتينج جيمز تعتبرهم مو لا ليش قاعد اقول لك يعني اذا شوف ايش سكواد رينبو 6 از ملتي بلاير از ات نوت اتس نوت ات از ملتي بلاير اتس ذا سيم ثينج بس ات ليش لان انت ايتش وان هاف ا رول انزين تو كومبليت تو
اتشيف ان اوبجكتيف. انا اقول لك يعني اذا بتلعب باتل رويال سكواد اوكي اتس مالتي بلاير، بتلعب سنجل بلاير اللي هو وان مان سكواد انت مو قاعد تسوي انتراكت ويا اي احد. With the Chinese people. China number one. إيه بس you don't know them. It works. عرفت؟ زين حتى مثلا الرينبو معظم اللي تلاقيهم اذا تلعب روحهم ما تعرفهم بس you get بس to interact with them and then to achieve a single goal. يعني بس غير انه World of Warcraft nothing. صح. Nothing. اذا ما بدش raids او dungeons. او dungeons you're playing alone. بس شوف and you can complete the game without raids or dungeons. Of course. You can. بس يعني انه بعدين you get to the point اللي what's next what am I gonna do. That's the problem. This is my issue with like my أنا من نوع اللاعبين اللي يلعبون خلنا نقول World of Warcraft. I just because I love the story so much I just played for the story and as soon as it finishes I'm out. I don't even play anymore. I don't care what's gonna happen next. سأل علاوي يبقى 15 يوم من subscription. I don't even give a fuck about it. خلاص أقطع خلي ولي. أحس مشكلتنا ويا multiplayer games لازم يكونوا more of team based game انزين and you interact with other guys. يعني يوم قاعد اقول لكم تكلم قبل كم يوم راويكم فيديو انزين درس جيم اسمها ديب ديب روك شيء كذي نسيت اسمها بالضبط اللي يحفرون اللي قلت لك each one of the guys have you showed me the game بس هذا نسيت اسمها each one of members have role. واحد منهم مثلا engineer انزين عندك scout انزين اي وكل واحد have to complete the other guy role انزين ف you have to interact with them by talking. Yeah yeah. المشكله الالعاب المالتي بلاير خصوصا الكومبيتيتيف ليش المايك فيها مهم بس على قولتهم سلاح ذو حدين اي لانه التوكسيسيتي يزيد exactly. في المايك هذه مشكله التوكسيسيتي في المالتي بلاير يمكن منصور لا بسبه هاي الشيء تباعد عن المالتي بلاير one of the reasons yes. one of the reasons and then ف going back to مثلا okay, you talked about the Kickstarter games and stuff that you played and then since you are a big single player اوكي يعني جيمر بتقول لاست اوف اس لا اي وونت لا اي وونتد تو اسك يو شنو اللعبه اللي يو ثينك اف سمون وونت تو بلاي ا سنجل بلاير اكسبيرينس هاز تو بلاي فور يو ان يور بوينت اوف فيو ايتش وان هاز ديفرنت فور مي مثلا شادو اوف ذا كلاسس از ذا سنجل بلاير جيم اللي يو هاف تو بلاي وونس ان يور لايف يو هاف تو ستاند وذ مي شوف انا بقول لك يا فتره بقول لك من 2017 and all time يعني حتى classics حتى من بتقول لي crash one a game that will get you into single player into single player games يعني a single player game story driven I can't tell you يعني all time صراحة ما عندك all time favorite game عندي all time favorite game but it's not the first game يعني in the series لا any game I don't care حتى لو لعبة عقب 6 sequels and it's the best one from the sequels it doesn't matter Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts. I never played Kingdom Hearts. Me too. Same. شوف Kingdom Hearts. Mickey Mouse. لا أعرف. I know the game. بس this is what in the ناس تشوفون. Go oh, Mickey Mouse. لا لا أنا مو عندي عندي إنه مشكلة Mickey Mouse. It's an RPG. It's RPG صح؟ It's action RPG. Yes. Action RPG. كلهم من from كلهم the first one. Action RPG. شوف أنا this was I guess اللي خلاني ما ألعب اللعبة. I was يمكن كان عندي فكرة غلط عن اللعبة. I thought it's just RPG. The turn based RPG. لأن yeah. I'm not into yeah. turn based RPGs. من تري I hate Final Fantasy. I find Final Fantasy يعني as a story really good. بس نفس الشيء turn based RPG. I tried them ويعني I didn't feel like it's my own, it's just my type of games. So I didn't play it. فأي thought لأن نفس الفترة كان Final Fantasy و Kingdom Hearts نازلة فكنت قلت oh it's a single turn based معناه it looks nice وما شابه so I never no, played it's action RPG يعني لعبت Final Fantasy 15 I played في واحدة لعبتها مو كانت action based RPG بس ما أتذكر آخر Final Fantasy لعبتها on a PlayStation 10 is turn based ما أتذكر so many I cannot remember Kingdom Hearts 2 يعني took the formula مال 1 و يعني طق الجيج يعني فل should I be ashamed or embarrassed اني ما لعبت Final Fantasy خير لا it's عادي everyone plays different games man يعني أقول لك preference it's different experiences yeah when you say Doom you just eat me up but when it's Final Fantasy I never said Doom ما لعب Doom طيب بقول لك شيء here we go في شيء للحين ناس ما يفهمونه انزين فانت أنا ممكن reviews يعني I take يعني أنه seriously أنه في النهاية هاي الشخص قاعد يسوي الريفيو يمكن ذوقه غير عن ذوقك كم لعبة في البي اس 2 أيام الكوبي اللي نشتريها بلايندلي نروح البيت نلعبها ونسهر فيها وكل شيء عندنا إياها هاي 10 out of 10 أحيانا تقول خاطرة تشوف اللعبة طقة في ميتا كريتيك طقة في اي جين طقة في جيم سبوت كم 3 2 نرجع لموضوع الموضوع already مو موضوعي موضوع منصور زين which is
الجيم كريتكس والجورناليزم اللي قاعد يصير على الجيمينج اندستري. خلونا نتكلم مو بس عن الجيمينج اندستري، بنتكلم عن الموفيز ويا الجيم اندستري ليتلي، عرفت؟ يعني ميديا ان توتال، يعني خصوصا عن الانترتينمنت اندستري. انزين وات دو يو ثينك، انزين اللي قاعد يصير، از ات ا بيد ادفرتايزمنت بس، انزين ولا اريل شو اسمه، شوف اريل ريفيو، ذير از تو بوينتس بلس بلس، وين تروحون تاخذون الريفيوز مالكم؟ شوف انا عندي تو بوينتس مثلا في هالشيء، البوينت اللي فروم مثلا كريتكس which is يعني مثلا جورناليست and people اللي مفروض يكونوا professional people who هاي، and then you have the user reviews. Yes. User reviews is the either two spectrums. And then بيجونك ناس مثلا they will actually review it right. وبعدين بيجونك ناس اللي they just want to be trolls. The internet is full of أحلى trolls تعرف مين؟ اللي يكتب لك في ستيم don't buy the game it's not worth it عنده 1000 hours. Exactly right. يعني how do you take this guy review مثلا اوكي صدق يمكن he's actually saying don't buy the game and after 1000 hours yes. خلاص لا تبدا من اللعبه بس how do you take it لان اوكي you played 1000 hours of course you say don't buy it لان خلاص وصلت مرحله اللي you're exactly. crazy to exactly. play this game صح نرجع حق كريتكس انا عندي ان كريتكس الحين ما يبون وقعه ما يبون باك فاير ولا كونتروفرسي ات اول ما يبون كونتروفرسي فشي يسوون يكتبون شيء that pleases people صح movies are doing things to please people exactly. writers مساكين الحين انا عندي قصه you submitted او oh, اوكي okay, بنبدل هاي بنغير هالكاركتر بنسوي كذي هالكاركتر بنجيب ذي او هاي او هاي من هالمنطقه لا لازم بدله نخلي كذي لان هذولين بيعصبون انه ما حط اي هاي عندنا بعد على الحس اللي احس اللي قاعد يصير في الجيمينج اند موفي اندستري حتى مثلا مسلسلات يعني انترتينمنت اندستري everything is becoming fan service fan service fan service yes from A to Z كل شيء قاعد يتحول الى fan service يسوون افلام just for احنا افلام ديزني كلهم اللي قاعد يطلعونهم الهاي اللايف اكشن it's all fan service it's all fan service people who watch the movie when you were يعني احنا شفنا الافلام او شفنا لايك كيك شفنا الادن شفنا ما شنو كنا ياهال الحين for a fan service they are bringing them back وياك احنا سووا announcement حق مو بس fan service they change the story they change small aspects اللي not مو original يعني كذي yeah, yeah. they just want to be يعني إن عشان إن they avoid every problem من كل من عشان أنا okay to be in the safe side بالضبط يعني بالضبط. one of the things that I know everyone hates to listen about بس it's Game of Thrones Game of Thrones last season it's just fun they're trying to be on the safe side for every character yeah عشان إن عشان no backfires and they still got backfires لأن they didn't stick with the formula اللي was working for them يعني قالوا okay we need to make it في الجيمز يعني حتى نشوفها في الفيديو جيمز أكثر زين which is انه قاعدين يرجعون الالعاب القديمه مره ثانيه انزين just عشان يحصلون سيلز ريماستر شوف اي هيت ريماستر لست بي اونست ما اتذكر اي لعبه خليتها ريماستر it was exciting at the beginning اسمع ريماستر انا تو مي ريماستر should not be a major release or ريماستر انه لا تسوي روحك انه او ترى وي ريليز ذا جيم او ليتس اناونس ان اي 3 قاعدين او وي ار اناونسينج وي ريماسترينج ذس جيم اتس نوت ان اناونسمنت يو في يو ار جيفينج مي ان اتش دي فيرجن اوف ان اولد جيم في فرق بين ريماستر وريميك ريميك از فروم ذا جراوند اب بس بعد تو مي ايفن تو مي اف يو وونت اف يو ار ا جيم كومباني وبتقول لي اوكي ام نوت غانا ورك اون ا نيو جيم بيكوز اي نيد تو ريماستر اور ريميك ا جيم ذات ايف دون 10 ييرز اجو Stop. Don't remake it. Make a new game. Give me something new I want to play. لأنه إذا أنت بتقول لي you're taking all the resources from her and you want me to pay for the remake صح. عشان إن هذا عشان you keep your company alive then don't expect that everyone will buy the remake. يعني make a new game. Make something exciting. لما نرجع نلعب لعبة تخيل حس إنه إن okay it's fun. It's a remake. إنزين وجون عليك الكريتكس ويعطونها review. It's a remake. كأن نفس الريفيو ترى it's the same game. في فرق بين remaster والremake. إنزين الحين نفس For example, Shadow of the Colossus. And then they handed it to a different studio, Bluepoint. Yes, exactly. They made an amazing it remake. It was perfect. And then, and reviews. And then, يعني في يعني هالشيء إنه okay هل لعبة remake or remaster? Yeah. Remaster they don't usually do reviews. And it's just an exactly. HD-fied version. Hey. But remakes they do. Yeah. And then, أنا اللي بقول شابدي في remakes الreviews مالينهم. في example ما ذكر أي لعبة بالضبط بس إن back in the day it was a 9 out of 10 أوكي الحين الريميك ما لما عطينها له ريتنج مع الناس السيم لا أنا بقول لك أنا بقول لك يعني best of the best games مثلا خلنا نقول Space Invader yeah Space Invader
ما ادري لو لعبتونا من تترس على ايامها. على ايامها شوف كلمه على ايامها اتزفرت. يعني لو بنرجع الحين حق جي تي اي 3 على ايامها كانت مكسره الدنيا. الحين كان يو بلاي ات ناو حق نو كان يو بلاي ات ناو يعني يد لايك تو بلاي ات از بلايبل يو بلاي يو بلاي ات حق شنو بس حق نوستالجيا. لا قولها صح يوسف. نوستالجيا انزين انزين يو جاست بلاي ات عشان ترجع الاولد دايز. يعني الحين بتنزل عندنا ام دبليو 2 المفروض لا مودرن وورفير اتس ا نيو جيم ريبوت. مو قالوا بينزلون بعد وياها لا ما قالوا اي ويش اي وود كيل والله. كان في تويت من ترامب قال إذا أنا غلط بقى الريماستر هاي تخيل. لو بترجع الحين أجب بتلعبها مودرن وورفير 2؟ يس على وقت. يعني إنه شوف one of the games اللي شوف أنا عندي إيميل سجل في كشف الدنيا ف I don't check it لأن there's so many spam فيه. فعندي وعندي إيميلات ثانية اللي actual work أو the personal stuff. صح هذا إيميل I go on it every day لأن كنت مسجل فيه في الإكس بوكس قبل. I'm waiting عشان يصرشون لي البيتا مال هيلو ريتش which is already out. أشوف. فإذا في أحد بالإكس بوكس قاعد يطلع please أنا ليش send him the beta access please. تنزل هيلو ريتش أو مثلا يعطوني الأكسس على البيتا مال هيلو ريتش بقلك ليش أنا من الأسباب اللي أبي أنتظر الكوليكشن مال هيلو معنى أنا I'm not into remaster. أولا I was young انزين يوم نزلت اللعبة فما فهمت الستوري كامل. اقول ثانية مالك قول ثانية it's on fucking PC man I'm playing with mouse and keyboard Halo Reach on mouse and keyboard. I wanna play with my friends لأنه ما كنت ألعب كنت ألعب بروحي كنت ألعب ويا زومبي عرف. فأنا this fucker I'm not gonna play your games come on you always say that you nerds. Hey I tried TFT ها اوكي I'll try like one game of عندي موضوع سريع نقدر نتكلم عنه. You will play it forever. Why people hate to try new games حتى you don't have to like it انزين بس you can't اوكي مو عاجبتني اللعبه تعرف. Is it only you؟ لا everyone وايد ناس. لا وايد ناس ممكن من شوف انا اعتقد قبل كنت كذي انه من النوع اللي I don't want to try games بس الفتره الاخيره يعني 3-4 years ago بديت اللي قاعد أفكر ليش أنا ما أجرب. بالعكس في وجود ألعاب أجربهم عقب ما أجربهم أقول عن شلون ما لعبت اللعبة طول عمري. يعني أنا بالنسبة لي الألعاب اللي معروفة مثلا سيكول قديم ولعبناها خلينا نقول Red Dead San Andreas GTA whatever هاي الألعاب أنا ما أشك فيها ودارت لألعبها I give them my own reviews. بس when it comes to new games علاوي يتذكر 2015 نزلت H1Z1 nobody heard about it it's just new it's a pop out of it's a copy of Daisy blah 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 we didn't go and read the reviews we didn't do that شرينا اللعبه لعبناها عرفنا شنو المشاكل through playing obviously we couldn't refund after that but hey we're paying for the experience okay maybe some games are shit but يعني you have to try them yourself اذا بتقعد بس تقرا وتقول هذه اللعبه خرا وهذه اللعبه زينه you will never get to experience the bad side exactly. هاي المشكله اللي كنت بقولها مساعه ان people للحين في ناس ما يعرفون ان ناس عندهم opinions اذواق يختلف يعني انت ما تعرف what do you like until you try اي بالضبط لان في العاب واجد مثلا حتى اخر فتره اللي جربت مثلا ساتسفاكتوري فاكتوري العاب ما لعبتها في حياتي انزين وشفت ناس غير يلعبون مثلا على يوتيوب وستف لايك ذات ولا عمرك فكرت اني بروح بجربهم بس لانه اوكي مثلا الشباب هنا قاعد يلعبونهم ام لايك اوكي I'll give it a try انزين يمكن ما تعجبني يمكن في تشانس عود ما تعجبني بس if I try it then I will know for sure انه ما تعجبني اللعبه بس في تشانس عود انها بتعجبني وبلعبها وايد. صح مثلا TFT جربته ياكم اتس نايس بس انا didn't like it يعني شوف موبا از نوت ا ويلكم جانر حدها الا هيروز كلهم ثلاثهم حتى هيروز ثلاثهم اي بلاي ليج اول ما لعبت هيروز كان اي هاد ا هارد تايم كلهم ويلكم جانر ترى يعني شكل ما حد بيشوف اذا مثلا بتشوف كول اوف ديوتي اوكي اي هاف مور اكشنز خصوصا يعني ليتلي قول في كول اوف ديوتي على الطوف وما ادري شنو اوكي اتس فاين على الطوف انزين شاقع انزين ان سكيل بيس بس بتشوف موبا انت اول ما تطلع تقول نو واي منو كان يتوقع ماكو ماكو ترى من الاوادم الصعبين اللي هي ترايز نيو ماكو ليترلي اونلي بلايز اكشن وي توكت اباوت ذس في حلقه اللي كانوا يعني ماكو بس ماكو يعني انا اي بوش هيم تو تراي جيمز والله هاف تو بوش بس شوف تراينج نيو جيمز واجد صعب انا ترى ما عندي لعبه اقول لك لا ما بلعبها I try everything. بنرجع على الناس اللي يلعبون لعبة أو جانرا. They're in the comfort zone. Yes.
they feel لأن they got good in that zone and then they feel إذا راحوا zone ثاني يعني صح. لعبة جانر ثاني and they won't be as good في البداية أكيد أكيد يعني then, if you start something new وتعرف إنه أو لازم أعيد من أول لازم أتعلم لازم هاي أو هاي اللعبة كذي مو جانر مالي ما بي صح ترى في وايد ناس ما يعرفون إنه they get into يعني أنا وايد أقصب ناس to play like indie games and then like indie games are so much fun يعني في لعبة we play Stardew Valley man Stardew. Oh my god one of the best it's amazing man it's so fun so chill so chill احنا تدرج واحد خمسة نلعبها تبى اقول لك شيء حده ويرد ترى ان Hellblade is considered indie Hellblade I knew about that and that انهم small indie company but that game is برجع عن Hellblade can I just say this one word fucking amazing boys fucking amazing مالكم الريفيو بقول لك شلون بعد انا اكتشفت هالبليد وشنو what I was going through at that time في لعبة اسمها Grass is بس على السويتش and PC yeah. is in a Nintendo why they're pushing indies they gave one of their biggest titles اللي هو Legend of Zelda to an indie developer اخر واحدة كانت indie developer yes it was amazing which one مو Breath of the Wild نزلت واحدة لعبة it's a rhythm game و adventure okay, okay, I thought that one لا خسيه Breath of the Wild Breath of the Wild one of the best games I played in my life and then, period Grass لعبة it's like 2D platforming puzzle simple أنا شفت رفيجي لعبة قال لي إنه نفس Journey بس 2D قلت أوكي I'll give it a shot and it looked gorgeous يعني صراحة. Oh my god Journey remember and then فشغل يعني شريتها حتى ما قريت reviews ولا شيء بس شفت صوره وهي post it looked good لعبتها it was such an experience يعني you just relax while playing it Hellblade انزين الموضوع اللي برجع له at the time 2017 قبل 2017 ليه ما شريت هالبلد اللي نهاية 2017 اوكي بس كنت العب لعبتين او 3 اللي هما هيروز اوفر واتش وهارثستون انزين بليزرد ذيس 3 جيمز وايد كنت العبهم كنت اشتري العاب ثانيه انزين بس ما العبهم ما العب شويه اهدهم سمر سيل ولا هون اي بالضبط بي اس 4 اكسكلوسيف تطلع هورايزن زيرو دون عقب سنه خلصته I never played it, but they say it's really good. No, I mean, شوف أنا يمكن بعض single player خصوصاً على البلاي ستيشن ما ألعبهم, بس I see my brother دائماً يلعبهم. إيه. وأقعد ياه يعني موجود. You just spectating. I'm spectating. At the time, بس كنت ألعب هالgames وكله أحس ما استأنس. تعرف يعني في أوكي في moments fan في heroes yeah. Overwatch سوي شيء بين يعني بين كلب عجيب, بس you know it's never. Ending. يعني تخلص يقول another game. Rocket League لازم سبعه كنت البس. ترى يوز من he hates Rocket League. I don't hate it. I just don't get. هل استغربت منه بالعكس؟ بالعكس. It's actually fun. It's fun game, man. I would never see myself playing it, but hey, people play it. It's fine. It's not my game. Have you tried it? Yes. And then, في يوم من الأيام, كان خاطر أسمع أغنية. الأغنية كنت عارفها من زمان. فكان خاطر اسمعها طقيتها في يوتيوب اشوف ذا نمبر 1 فيديو مكتوب ان هاي illusions Hellblade OST اقول ها متى طلعت في لعبه انزين طقيتها وشفت انها تسن OST يعني هاللون بس ما ادري متى تطلع في اللعبه هالفعل فايزين جو بلاي ذا هول جيم عشان تسمع الاغنيه شريت اللعبه تخيل اللعبه هذه Hellblade اوريجينلي $30 شريتها على وينتر سيل حزتها كان في ديسمبر او كريسمس سيل هذا هو شريتها like $20 خليتها عندي بعدين 2018 came by شهر 2 شهر 3 قلت why not try the game شغلت العب شوي اقول له looks interesting البداية تعرف ان هاللون و yeah. it's recommended to play it with headphones or surround okay, انا عندي okay. surround فلعبت Loose. عندي then surround كذي يعني بين عين ان اللعبة ما في indication ما في tutorial ما في شيء كله باي ذا فويسز او انت تلعب ساوندز كله ساوندز خلصت اللعبه بدون ما ادري ان فيها هيفي اتاكس كنت اقول وات يوز اي نو اباوت ذات لا عطنا هذيك مالت شو اسمه الميم والله تعرف بليز اي فيل لايك ام نوت يوسفول ان اني ثينج بات دوينج ميمز بليز وان لاست تايم اوكي ليت مي جست جيت انتو ليتس جو 3 2 1 ذا سيكيورست فاكينج ثينج ذات اي هاف سين ان ماي لايف اوكي نرجع موضوعنا while playing the game في moments cutscenes اهد الجير وقاعد اطالع يعني تعرف الممثله اللي ابوها حق تلعب سنه ومين واحده كانت تشتغل في الاستوديو بيسكلي اللي تصور and documents everything okay. so she wasn't even an actor not even an actor oh my god يابوها to test her
قبله ذي ريكروت اكتر شافوها وايد زينه قالوا بس خلوه خلاص. شنو اسم الديفلوبمنت كومباني؟ نينجا ثيري. I love you guys. Ninja Theory is one of the best. Did they so Microsoft bought them لا إيه Microsoft bought them and now okay I don't know Microsoft maybe do something. لا Microsoft from the last E3 and recently they're focusing on games الحمد لله which is thank good yeah, yeah, which is very good. And Microsoft this generation was bad. Yes. They tried. أنا ما كنت أعطيهم أهمية واجب بس عقب آخر E3 I think they are. صراحة يعني next gen لازم يعني إن this is the right step for next gen حق Microsoft إن buying all these companies and عشان إذا مثلا you're gonna release a console release games man don't just release the console. They are the Nokia of video games you know they just get back into it. خلنا منصور يخلص قصة. إنزين عقب ما خلصت اللعبة الأغنية اللي كنت أنطرها البلايز خب آخر شيء تعرف شو يصير في هالبلايز. Don't ruin it. Spoilers. إنزين بس the song plays وأنا أقعد يعني عيني الدمع يعني صراحة. لعبت من عقبها كنسات على كل مالتي بلاير جيمز اند جست فوكست اون هاي وحزتها طلعت جود اوف وور. شنو انزين اي اي انا اسك يو ا كويشن شنو اللعبه اللي ما توقعت او الجانرا اللي تشوفها تقول وان داي اي ثينك اي وود بلاي ات وان داي يمكن كنت يعني لو بلعبها يمكن تعجبني. فور مي واز وورد اوف كرافت اللي هو ام ام ار انا بعد ام ام او اي نيفر ثوت اي جست بلايد ام ام او لايك 2 ييرز اجو موبا اي هيروز ما لعب دوتا ولا ليك موبا 2 تدري انا خاطر العب اي جانرا شفت هاي اللي يحطونك في حجره وتدور مفتاح ما كلوز يعني مال ايه. مو ادري يا اخي I played a few of them بازل يعني بازل تعرف شنو جانر اي ثينك تلعب فلاش جيمز فيجوال نوفلز سبيشلي ميستري فيجوال نوفلز شلون يعني يعني مثل قصدك ووكينج ديد او تلت لا تلت از نوت ا فيجوال نوفل اتس يعني تشويسز بس فيجوال نوفل بيسيكلي انك قاعد تلعب انك انيميتد كوميك اوكي زين في تشويسز في هاي في ذي و اتس موستلي ميستري يعني متى انا لعبت وايد فيجوال نوفلز ايام الدي اس كان عندي الار 4 كله كوبي اوكي زين بس كنت انا اخواني كانوا مسيطرين على البي اس 2 بس يلعبون وينج 11 والثاني زين وينج 11 زين اي ثينك ذاتس ذا هول بوينت اوف بي اس 2 اند ميد نايت كلاب ميد نايت بالضبط 3 فشنو كان عندي نينتندو دي اس لايت وشريت الار 4 فبس كنت انزل ايميليترز هاي كل العب ف I stumbled upon a game called Hotel Dusk 3 something. Basically لعبته حتى الدي اس جي لا تلعبها هاللون بالقلم. اوكي. تلعب اقول بوش. وايد فان يا اخي. انزين ف it was amazing يعني ومن عقبها قمت اشيك other visual novels. ويعني وايد عجبوني. يعني I think you would like في لعبه اسمها 999. انزين شنو تقترحون حق منصور لعبه يلعبها؟ مالتي بلاير؟ ملتي بلاير او اوف لاين يعني انا رينبو 6 شوف انا يو لايك شوترز ولا لا يو دونت اي دونت مايند شوترز انا ما اقدر انصح صراحه اي كان شوترز وات شوترز يو بلايد اذر ذان نو ريكومند اني جيم شوترز يعني فور ديوتي مال وورفير 1 اي وود ريكومند رينبو 6 فور بيبل هو لايك شوتينج جيمز بس اي وونت ريكومند بس رينبو 6 لا ريكومند سنجل بلاير جيم سنزي شوف انت في واحده قلت بتلعبها ان اوف كورس غانا بي ماي ريكومنديشن از براث اوف ذا وايلد اي هاي انا ما لعبتها يعني ما خلصتها بس لعبت في البدايه وهديتها ذاتس ا جيم يعني انا متى طلعت 2017 اه يا انا كنت في الفتره اللي كلش مو متشجع العب سنجل بلاير جيمز شوف موست اوف ذا سنجل بلاير جيمز يعني شوف هيل بليد مثلا ما اعرف واجد ناس لعبوا اللعبه صراحه انا ترى كل مره اقول بلعبها اعرف ليترلي ثلاثه اللي هو انا ومنصور الحين وخان هاي الثلاثه اللي اعرفهم المشكله انا مشكلتي ويا سنجل بلاير انزين ما ادري لو قلتها من قبل ولا لا مشكلتي ويا سنجل بلاير ان اي دونت هاف تايم انزين تو سيت تو بلاي سنجل بلاير مستحيل بلعب ساعتين وبوقف اخر لعبه هذا ريز تايم لو انا اي دونت هاف ذات ماتش تايم بعد اي فينيش بريث اوف ذا وورلد هني اي بلاي فور كاب فيو اور ليت سم تايم افيلبل انا هاو دو يو هاف تايم تو فينيش هول اوف سترينجر ثينجز لا ذاتس اوكي ذاتس 8 ايبسود ايتش ايبسود 1 اور ذاتس 8 اورز اي بس يعني بس هذا وان شو بس في شو غير قاعد اطلع سنز اوف اناركي يمكن فور الحين 4 5 ايام وصلت سيزون 3 ما تقدر تلعب في هالوقت نفسه اقول لك ليش لان اذا بلعب لعبه بعطيها حقها يعني سترينجر ثينجز صراحه انا اقول لك الحين طالع ست حلقات مو عطنا حقها شغال على الشات الثانيه
نزل يونا قاعد اشتغل يونا قاعد العب تي اف تي. بس شوف انا هلا اقول لك لا انا يو بلاي تي اف تي سو ذات مينز يو هاف تايم تو بلاي فيديو جيمز. لا اي لايك تو مالتي تاسك. سنجل بلاير كانت لت مي مالتي تاسك. بالضبط. لا بس شوف اي بس يو ستيل هاف تايم. مثلا انا اقول لك انا اقول لك بعد قبل كنت اقول اي دونت هاف ذا ماتش تايم صراحه. اي كان خاطر العب بريث اوف ذا وايلد من زمان انا ستيد يعني هني في كل مره اجي از يعني بعد مشغولين عندنا شغل في المحل كذي. When I get like couple of hours or shit, 2 hours, 3 hours, بقعد بلعب 3 hours. I'll do as much as I can in 3 hours, save and come the next day. بعد ألعب لعبة ثانية لين ما خلصت اللعبة. I didn't have that much time عشان أسوي كل شيء في اللعبة. من أحسن إذا أحسن يسمع كله من أحسن ما خلاني أروح أسوي the side stuff اللي كلهم كنت بسويهم. بس يعني Devil May Cry إنزين شريتها سويتها download إنزين أشغلها played first day يمكن 2 hours خليتها second day 1 hours خليتها بس خلاص احس انه watch walkthroughs that's why I don't recommend experience of playing but the game. Walkthroughs are fine if you don't want to play the game. That's if you want don't want to play the game or can't afford to play the game and then he doesn't have the time to play the game. لا لا don't have time is not it's not the same not wanting. My issue قبل كله اقول ما عندي وقت اتم تعرف ساعتين على لعبه العب اوفر واتش 5 ساعات زين ضيعت 5 ساعات نلعب ما عندك وقت نلعب ريمبو 6 4 فيفا بتخلوني بتخلوني ما العب ياكم ديز جون ديز جون خذوني يمكن 60 اورز عشان اخلصها 60 ترك اليوم كم ساعه كنت العب وبعد في ايام يعني 4 ايام ما العب كل يوم العب ساعتين صح انا هي اوكي ايام مضت زين فكل يوم احط لي شي ساعتين ساعه العب بس دي انجويت ولا تذكرون ايام قبل مثلا نلعب لعبه ويلعبها لين ما تخلص يمكن مره مرتين شوف بقول لك وان سيشن تو سيشن وان سيشن تو سيشن يو وونت انجوي ذا جيم ميبي تو يو بس انا لايك ذا بيرسونالي اي لاف تو احلل اللعبه انا كذي احلل اللعبه لان ليش لان سوري قاطعتك بس انه قاعد العب ساعتين لا عقب برجع اقول اوه هاي شنو بيصير اذا رحت منك اوه ذاك المكان انا ما شيكته يمكن في شيء اوه اكزاكتلي يا برث اوف ذا وايلد كذي العب مثلا ساعتين ثلاث روح البيت نوم قوم الصبح روح الشغل افكر اليوم اذا رحت العب اللعبه اي ونا دو ذس اند جو ذس تراي تو دو ذس بالضبط انزين في بلاي سنجل يعني انا هالبليد شوي يعني بسرعه خلصتها للاسف الشديد لو شوي خذت وقتي كان اكتشفت عن الهابي اتاكس سوري قاطعت نو هابي اتاكس بس اقول لك يعني مشكلتي ويا لعبه احب ان العبها كامله عشان ايش فيلينج وياها اللعبه تعرف انسى كل شيء في العالم بس العب قبل كنا نقدر نسوي هالشيء يو هاف تو ذات ذا بروبلم وي هاف تو ادابت تو وات هابنز وذ اور لايف صح فيعني انا اي نو اتس نوت انا نفسك انا اي وود لايك تو سيت اند فينيش ا جيم مثلا وان سيتينج ولا تو سيتينجز بس لايف اي مين لايف تشينجز مان وات كان يو دو going back to ان ناس تعطيهم ريكومنديشن يعني انا في ناس يعني ادري ان بيسكلي يعني اي نو سم ون يعني عندها سويتش يعني و هاللون كلها اي ثرو ريكومنديشن عليها ان جيت ذس جيت ذس جيت ذس اند شي اكشلي بلايز ذم يعني واعرف بعد وايد من ربعي يعني واحد وياه في الدوام عنده سويتش خلوه بس كذي قلت له انزين العبها اللعبه العبها اللعبه العبها اللعبه لعبهم اني انجوي فتراينج ا جيم از انا ليش اعطي انديز انديز ار فيري سمبل جيمز اند ذير جورجيس انزين اند بيسيكلي ذي هيت نوستالجا وذ لا هو واتس يا كل واحد شنو يور او ذا موست ميموربل اندي جيم بالنسبه لك الا سمثينج يو ديسكفرد فروم اندي جيم وعلى لايك اوه ذس جيم از اكشلي فان اي لايك ذات ميبي مو هات ان تايم يعني جريس وايد عجبتني فاكتوريو انا اي ثينك فيز دو يو بلاي فيز لا بس فيز واز فان من لعبت تاور فول اسنشن اي ترايد ات اتذكر رمضان 2014 15 شباب اللي سمعوا بيتذكرون كله كنا نلعب اتس فان اتس ذا شو اسمه اتذكر كنت كل اخذ الجرين كاركترز الجرين كاركتر كل واحد يقطع الثاني ارو اتس يعني انه فور بلايرز اوكي ويور ان ليفل اتس 2 دي او اتس اي ثينك 32 بيت او شيء كذا او بو ان اروز كل واحد عنده وي ثرو عندك اماونت اوف اروز اذا مثلا اي حد يضرب ارو يو كان جو اند تيك ات اوكي يو هاف تو يعني كل ايتش اذر هذا كنا في لعبه نزلت ايش اسمها بالضبط كونسبت مالها فن ان اي لايك استراتيجي جيمز زين اي لاف ار تي اس زين ان كل واحد عنده قاعده واحد اون ذا رايت واحد اون ذا ليفت اتاتش تو ذا
يعني شو اسمه الاجمل جبل اوكي انزين ا نيو بيلد يو كان ابجريد يور ويبنز انزين يو كان شوت ذا اذرز وحدها فن انا ما بمر ذات جيم وي شود بلاي ات فور بلاير ترى تو بي فان وي كان تراي ات واي نوت لايك وي سيد وي تراي جيمز هير مان And then I have, since we have like, I think about 15 minutes or 20 okay. minutes, I have one topic, only two topics, but I think this topic is way more relevant mm. right now. I wanted to talk about موضوع censorship في gaming هالفترة. الشيء اللي صار اللي خل يعني خلاني أشوف الموضوع وفي ردت متروس. Hearthstone, يعني Blizzard basically, يبون اللعبة تصير more popular في تشاينا وتشاينا عندهم strict rules مثلا البلاد ونوديتي وستف لايك ذات فقاعدين يغيرون ارت وورك مال واجد العاب مال واجد بطاقات في اللعبه عشان they comply suits their policies ف شوي صاير السالفه انه ميم على outrage في الموضوع انه موضوع السنسورشيب في اللعبه ان الناس متعودين على اللعبه او واجد العاب مثلا حتى رينبو 6 اتذكر كانوا يبون يسوون سنسورشيب عشان يغيروا لا غيروا كم شيء بس غيرون ايكون مثلا جمجمه يسوون شيء ثاني لانه اوكي لان ذا شوف اي كان يعني جمجمه اي دونت ثينك اتس سمثينج ذات هيو اي مان يو نوت ذير كونتري سو يو دونت نو كل طافت اولا عنده مثلا يو نو بيتا لا هاي مالت الحيوان شو اسمه الكفر مال وار هامر انزين كان عليه وولف لابس وولف سكن اوكي سووا لي سالفه لان حقوق الحيوان وما ادري شنو وهذا كان كفر وكان مو صدق يعني انه ود هل ما مو واحد مصورينه يعني هذا شيء اتس ان ارت وورك اتس انترتينمنت يعني انه وير اولويز يوز تو مثلا الاشياء موجودين في الالعاب في الافلام في المسلسلات انه if you start censor entertainment it's not real life exactly how do you play the game احنا لأننا you do the all the stuff اللي you cannot do in real life لأن it's a game in the end you mm-hmm. still have in your mind mm-hmm. مثلا اوكي انا اذا رحت وقتلت واحد مثلا دوم وكان حد غوري السالفة it's a game I'm not gonna do it in real life اكيد I project this ideas واللعبة لأن it's fantasy policy يعني ما تقدر تقول شيء انزين عدى مثلا حق حتى في بس هل يعني الشيء انه مثلا لأن one country policy has this أنه يأثر على كل العالم شو المشكلة ترى ها you can do two versions of the game بس it will ruin the game reputation by ويا الأيام عرفت أنه أوكي إذا في تشاينا أنا restricted نزل هال version of the game هذا هال version of the game يمكن حتى developers بيكون صعب عليهم they differentiate شنو where I push الابديت مالي انزين يعني في League of Legends one most popular game in China انزين Graves which is a character there عنده سيجار في بوزه they removed it globally which is I mean, something so small I know it's their policy but I'm not saying okay لأنه بس to me this policy شوية too strict on something that's supposed to be more يعني إنه projecting unrealistic ideas in real life لأن in the end video games and shows and movies it's stuff اللي it's fantasy we're trying to create a fantasy world for people to play in صح انا الموضوع اذكر في البدايه كنا نتكلم عنه ان فان سيرفيس لا او pleasing people صح انزين المشكله ان creators انزين this is his image of this character exactly انزين why force it and to change it نرجع لموضوع نرجع ل بقول لك why they force it أكيد لأن في policies sales يعني احنا مثلاً sales. في الخليج أكيد. في الخليج مثلاً ليش اضطروا مثلاً يسوون فيفا بالعربي وفيها تعليق عربي عشان تنباع هني هذا واحد عندنا مثلاً العاب يوبي سوفت شنو منهم نيوتي مثلاً خلينا نقول Assassin's Creed انزين تنزل عندنا مثلاً الفيرجن الإنجليزي انزين عقب شهر ينزل الفيرجن العربي انزين اللي censorship فيه كل شيء شوف It's good and bad at the same time. صح. إنزين لأن في أشياء لازم تنشال في اللعبة لأن عش تماتش الكالتشر اللي إحنا موجودين فيه. عرفت؟ هو it's good إن they're actually paying attention حق هالشيء. إيه يعني. بس مثلاً قلت أنا Assassin's Creed إذا نزل الفيرجن العربي في أشياء مشولة بس that's the version العربي that's not global يعني مو واحد في أمريكا قاعد بيشتري اللعبة and he will get مثلاً الأشياء اللي doesn't offend their culture. he'll get the full game صح إيه فمشري سووا لكن انا هالموضوع اللي صاير الحين الناس معصبين عليه في شو اسمه وبيسكلي ذا ميم اللي مسوينه انه قاعد ياخذون كاردات
من هارتستون وقاعدين يعني اليوزرز قاعدين يغيرون الارت ورك. خلوا مثلا فيك واحد كان اسمه غريزلي بير ون اوف ذا كارد، شالوا البير حطوا ويني ذا بوف عشان تو بي سيف سيف فور ورك. يعني نوت سمثينج ذات اي ويل بلاي مثلا انجاستس. انجاستس اسمها اي دونت نو ويتش وان اوف ذم تواز جاد امونج اس. ايه انزين تو تو بدلت اسمها في الخليج انزين الى هيروز امونج اس. انزين انا يو كان سي جاد، عرفت؟ شوف سنسرشيب از جود عشان تنباع اللعبه في ديك الريجن. يعني ايماجن تشاينا، انزين انت بتوقف سيلز عن تشاينا، اي تشاينا الماركت مالها عود خصوصا في الموبايل جيمز. فيو انفست مور ان ابدل اللعبه عشان تو ماتش ذير بوليسي، انزين عشان اقدر شو اسمه بالضبط، which is يعني حركه زينه من الديفلوبر، انزين عشان يقدرون يوصلون لك اللعبه انت كيوزر. فانت تحس ان مثلا مثلا الناس اللي معصبين على اللي قاعد يتغير في اللعبه لانهم متعودين على اللعبه. مو مو جديده يعني انه فروم سكراتش قاعدين يسوون فيها سنسر شيب. يعني ما تقدر تحكي لان اتس ذير جيم. صح مثلا انا شفت اي ثينك واحد من فيديوهات كنت طالع وكانوا يتكلمون عن سنسر شيب في في اوفر واتش. انزين كان قبل ما تنزل اوفر واتش كان البيتا مال اوفر واتش كانوا في ناس معصبين على البوز مال تريسر. ان البوز مال تريسر بيسكلي قاعد ان ان سو سيكشوال، قاعد ان فوكسز على هير بيهايند. زين فالناس كانوا يعني ان في ناس وايد ان تحلطموا على الموضوع وكل شيء. وفي الفيديو اللي شفته كانوا يتحدثوا عن ان مثلا ان هاي ذس كايند اوف سنسرشيب ان كان في البيتا لما نزلت اللعبه شالوا الشيء. ما حد يقدر يتكلم عن الموضوع ويقول اوه سنسر شيب وقاعدين تخربون اللعبه، لان اتس واز ان ذا بيتا اند ذس از ذا بيربس اوف ذا بيتا، عشان يشوفون شنو الاشياء اللي شنو الاشياء اللي لازم تغيرها عشان تغيرها. بيسكلي انا بس خلص بخلص الفرق ان فور هارتستون اللعبه صار لها سنوات من نزلت واحنا قاعدين يغيرون اشياء قديمه مو اشياء جديده، مو الاشياء اللي بتنزل نوت ذا نيكست اكسبانشن. الكاردات القديمه قاعده تتغير عشان هاي. فالقول لك فور ذا هاردكور بلايرز اللي طول عمر قاعد يلعبون، بالنسبه لهم انه يو ار تشينجينج سمثينج اللي هم تعودوا عليه. اي بوت ذا جيم، اي بوت اول اوف ذا ستاف اند اي لايك ات ذس واي. فانت قاعد تغيرها اوكي تو يعني انك كومبلاي وذ اذر بيبل، بس انا از ا بلاير هو اي بين بلاينج اول ذس تايم، ليش يو دو ذس تو مي؟ انا مالي خص في الموضوع. ليتس نوت بي تشايلدش. انزين از ات بخرب الاكسبيرينس مالك عن اللعبه اذا بدلوا صوره في اللعبه او بدلوا مثلا بوز مال كاركتر؟ This is the point, Molly. If it doesn't ruin the experience, yes. عادي عندي. I don't mind. If it doesn't remove the يعني remove the experience أو يخرب عليه. شنو use؟ قاعد تصور بروحك. Nothing. قول اللي قلته. Good. I'll cut it and put it by itself. The podcast will hear it. إنزين فأغلب الأشياء اللي قاعدة تنزل يعني حتى سينما مالتنا. إنزين أي get censored. طول عمرنا فيها سنسر شهر السينما. هل is it bad؟ إذا تبي شيء بدون سنسر you can find it. أنا بس publicly released إنزين لازم يكون سنسر. بس ما تقدر تلومهم. ما تقدر تلومهم. بس that's something that you can argue and it actually ruins some of the experience. لأن صح. Some parts في ال إيه بيعرف القصة حمو. لا حمو يركز على القصة. لا actually like that. مثلاً في Game of Thrones في يعني اوكي السكسينز في جيم اوف ثرونز متروس في كل حلقه بس السكسين في الحلقه ترى ات اكشلي هاز بارت اوف ذا ستوري ان ات. يعني ممكن هو ما ادري اذا تثر عنه ولا لا. جيم اوف ثرونز يحطونه على ام بي سي 2 ولا 4؟ لا وقفوا صراحه. لا 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 على ام بي سي. اي ثينك مارمن قال امس انه يطلع. احسان قال. المهم تخيل انا احس الحلقه شكلها 5 دقائق. في ذا موست اوف ذا سكشن. انا يعني رفيق يقولها قبل كل ما منصور يقول في نكتة يو هاف تو. بس منصور انت ازيد واحد لازم تعرف موضوع السنسرشيب. لا 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 اتذكر في فيلم اي مال هالوين مال روب زومبي لو شفنا احنا يعني الفيلم يعني اي بالضبط. فانا رفيجي كنا نطنز نقول هاي اذا حطوه سنة البحرين شنو يقول؟ بس اوبننج كريدتس اند كريدتس بس. تعرف شنو في فيلم اي اكشلي شفته في السينما كان وايد اكثر من يوم شفته في يعني في البيت؟ وولف اوف وول ستريت. اوكي وولف اوف وول ستريت مقطع وايد، مع ان وولف اوف وول ستريت ما كان في يعني ان الاشياء اللي مقطعينها يعني ما كانت انه موستلي سكشوال، كانت اشياء انه في يعني دراج ريليتد ستاف وشنو كذي. بس هالبارت لا في بارت اللي مثلا قطعينه كان مو عن مثلا موست يعني في ذا سيكشوال بارت اكيد. انزين بس في بارت بعد قطعوه من الفيلم في السينما اللي
اي اكشلي لما شفته في البيت القصة كلش غير بالنسبة لي okay. لأن لما اللي طالعته في السينما هالبارت اللي انقص خلوني أضيع من القصة بارت عود اللي ما تدري ليش وصلوا هالبلوت جديد. شوف في بالك بس برجع عن وولف اوف وول ستريت سوري عن الترولز الريفيورز في واحد عطى وولف اوف وول ستريت 1 ستار لا يقول I watched the entire movie and there were no wolves. اوكي what this guy came to the cinema for wolves. اقول لك لا المشكلة ان هي سالفة السنسورشيب لازم تكون موجودة عشان you can حق الجنرال بابليك اذا شيء تبي بدون سنسورشيب you know where to find it. You know what? ليش ما يخلونا مثلا for مثلا movies is not gonna be easy. بس حق مثلا العاب why is it not an option in the settings? Same as Rust. Rust عندهم هلا option ترى. Some games don't know, بقول they have that option. Yeah, I think this should be in most of the games. And not okay, really. If you want it censored, or مثلا by default it's censored, you have to go through the setting and uncensor. ليش ما يسوون نفس الشيت كود عشان شيل الشيت كود عشان مو كل من يعرف. آخر مرة سمعت شيت كود. You know what I miss? 2005. I miss the days اللي إذا بتروح تشتري. حرام السيارات حرام السيارات and you have to go deep down to that deep alleyway في محل في بنغالي داخل قاعد على صوب شنيري في جي تي لا 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 ما في لا لا ابيها في هذه صورة هذه رفيقي اشتري قبل ولا روح ولا في رفيق ما عندي رفيق ما اعرف احد ما اعرف اخوي ولا عمتي anyways I miss these days اللي تقدر تشتري اللعبة انا بقول لك سالفة زين انا يوم الاعدادي كنت بيسكلي اقوت رفيجي بيمبل زين ان افلام العاب كان عندي العاب بي اس بي زين او يعني واحد ترى اي يوست تو سيل ذم زين يعني واحد يعني هاي اذا تشوفه اي نو وير هي از ناو الفيوتشر ماله قاعد في دتش براده ومشي سيكل او عنده هوندا سيفيك زين المهم يجي لي يسوي لي منتصر اي باي ذا واي جايز اسمي منتصر لا لا واي ديد يو سي ذات بيبل دونت نو اتس اونلي اكسكلوسيف تو اس زين سي منتصر عندك فويس سيتي 10 اقول وات اقول شنو فويس سيتي 10 شنو وصلت فويس سيتي 10 الحين اصلا تعرف شنو قصدك كان فويس سيتي ستوريز على بي اس بي شنو 10 شافها ليش تجدروني وين ال 10 في الموضوع شكله تعرف شنو يحسب 1 2 3 4 5 يرد يحسب مره زين يسوي لي ابي غشاته غشاته شنو غشاته اسال روحي شنو غشاته بس ميك سنس معرق معرق غشاته تو ذا يونج جون ناو دايز your slangs or whatever slang, it is slang, yeah slang. It doesn't work. I really hate them. معرق anyway شو اسمه I think اذا في اي احد عنده last remarks for 1 to 2 minutes عندي موضوع سريع موضوع مو موضوع موضوع دقيقتين lightning round يلا go لا لا you just missed 30 seconds thanks قاعد تضيع وقت ازيد قول وقت بعد عندنا شيء كمان وقت ودينا قبل بس خلاص خلاص كنت بقول لاست فيلر يعني على قولتهم we can keep it for next week اوكي انا عندي شوت اوت صراحه حق صاحبنا تشيك ميت جيمنج على تويتش يعني الرجال يلعب ببجي وصراحه يعني بلاد جليم ببجي موبايل ببجي موبايل اوه ماي جاد بس صراحه شفته يلعب يعني ام نوت تعرفون انا كلش ببجي هالسوالف انا بس طالع كسبورت اشوفه يلعب ويا الشباب يعني اشوف ينشي هيد شوت وكذي وهاللون اقول لا فاهم الريال يعني فنان قاعد اشوف البودكاست الحين على انزين المهم ليتس جو ذاتس ا شوت اوت بوي انزين ف سبسكرايب تو هيم اور فولو هيم اون فولو هيم شباب يعني سو بس فولو اس فيرست اول شيء بس تشيك ميت جيمنج تشيكو هاي اورايت سو موضوع يوز مو قلت لنا ايش صار امس على انستغرام اور ويتينج فور ات يو اوكي يوز جو فور ات اوكي ذس از ذا لاست ثينج يوز هاف في تويتش كلكم حطوا بالكم على السالفه اسمعوا ايش صار طبعا احنا ريسبون جيمنج سنتر محل عندنا حساب في الانستغرام اوفيشال اكاونت انستغرام فروم انستغرام فروم تايم تو تايم تجينا ريكوستات غريبه يعني في الدايركت مسج بيبل سند دايركت مسج اسك اباوت ستاف بيبل توك وذ اس اند شيت انيويز سم جاي وذاوت منشنينج هيز نيم جت كلمي انا اوكي
قال هاي وقال اسمه وقال I like I play a certain device و I love video games online. certain device. دقيقة بس الحلو في السالفة أنا أول ما بطلت الباب مني أمس سينا طرش له. المهم فأنا وحمص كنا قاعد نستهبل عليه صار والله له صورة كذي إحنا نقوله cool. thumbs up يعني طرش له. okay what do you want cool okay play. بعدين عقب فترة كلمنا مرة ثانية عقب شيء كم 30 دقيقة. قال I love gaming شيء بس ما عندي credit card so I need an Xbox Game Pass عشان ألعب خلاص okay. A certain device مالك certain device مالي anyway he wanted to buy Game Pass حمود انكسر خاطر قال you know what let's buy it لا it was يعني the story was kind of funny مثلا من طريقة حتى yes. لأن كان الإنجليزي ماله بعد مكسر شوي فيعني أنا بقولك you know كسر خاطر $20 قلت yes. يلا لا بعد يبي 3 months على حمود إذا اتصل هاي Indian scammers he would be really no بس for the he wanted to support a fellow gamer يعني yes. yes just because he's a gamer وما شان you want to make him happy عرفت أنا كنت قاعد استهبل عليه صراحة you have a moment to speak about God فما لا يتصل لك من نيجيريا ما رد عليه فيو يوز كمان فحمص قاعد أنا كنت استهبل عليه قاعد استهبل استهبال أنا no way I would buy somebody so أنا صراحة مو من هالنوع بروح ما عندي بيزات ما حمص قال I'll buy it to him معنا الفلس صح؟ لا يا عشانك يعني فقال بيشتري قلت اوه حموز بيشتري يعني that's cool I felt happy to be honest I felt happy for that guy إنه حطيت روحي في موقف لو واحد قال لي اوكي I'll buy you I'll be really happy بعدين الله كان قاعد صوبنا وقاعد يحوس في تليفون ودش على بروفايل ماله شاف كاتب مسج يعني في البايو ماله يشكر حساب ثاني انه عطاه PSN PSN كارد وشي PSN me اي هو ساك Is this guy a beggar? What? يفتر على كونتات يقعد يطور من الأوادم يعني PSN cards. So we cancelled. We didn't buy him the stuff. فحموز قال له ما لا يعني أنا يعني I wanted to buy him لأن okay I wanted nothing more than that to support someone who مثلا make his day. بس طلع صاحبنا طرار. Sometimes. طرار يتشرط. شوف there is too much toxicity. There is so much toxicity في الجيمينج. And sometimes you need to be nice for someone maybe he will pay it for it صح على السريع last night كنا نلعب Rainbow Six the new game mode و you have to win 10 rounds yeah. to get a pack في اللعبة انزين و most people who play احنا سوينا قبل حصلنا الباك ف we're playing for the fun of it وكان في واحد داش و غلبناهم اول راوند وكان معصب ما شنو يكتب في الشات بعدين بس يبي يحصل الباك ومعصب ان احنا على قولتس try harding وشنو احنا we're just having fun يعني عقب قمتوا تذبحون روحكم قمنا قلنا له you know قلت لهم شباب احنا ثلاثه نلعب بعض 3v3 قلت لهم شباب just خلاص يعني انا قلت له اوكي we will let you guys win just to get the pack يعني we don't need it we finished we did that في الشات I love you guys thanks بس you see يعني sometimes you just need to be شوية positive to بقول لك مثل هالincident صار من قبل كنا نلعب ranked وكنا على losing streak في تيم ضدنا جاء احنا كنا نلعب A team زين كان في تيم ضدنا جاي وحدهم كانوا مو try hard كانوا قواي حدهم يعني انا بالمزاح راح كتب دائما في الشات guys please let us win and they actually they surrendered they gave us the game I was really happy and there is people out there who's doing that I remember stuff. once if Overwatch يعني من احلى كنت العب ranked انزين yeah. كنت الا بوصل يعني شنو فوق الجولد the plat انزين مو قادر يعني فشنو كنت العب we were losing انزين اول راوند انا كنت لوسيو احب العب لوسيو فقعدت اقول ان come on guys يلا we can do it just yeah, group yeah. انا ما اعرف يعني الدوش وياهم بس كذي يعني random انزين كذي مستونسين وهاللون وانا طول الجيم قاعد اشجعهم yeah. طول الجيم اشجعهم and we actually won يعني yeah yeah شوف this بس is the... لو كان يا واحد لا you suck ما شنو what the hell are you doing ما شنو هاي اللي يخلي مثلا يعني toxicity in gaming something big بس sometimes just the يعني try a little to make it better for someone else صح يعني to يعني maybe that person يعني طول اليوم كان متضايق وشنو once you did
بيصير احسن من الباقي. Next game he will not be toxic to the next guy, and the next guy will not be not toxic it's like to like paying it forward for yeah, yes. Mm. انا عندي ان treat people how you want to be treated. Yeah, exactly. بس you'll do wonders. That doesn't apply to me. انا I don't chat in gaming كلش. What? I don't chat. You do. I don't talk with other people. I talk with you guys. No. Every episode has to end with the argument. You do. Come on, man. No. And Rainbow, you always do. من اللي يتكلم ازاي في الشات؟ I do, but you talk too. ومين؟ إحسان. Yeah, but you talk too. Can you just say one thing and I can't say it on Twitch? You know why? Because we're gonna get banned. That's why. Okay. No, you say some shit. Anyways, boys. Okay. Let's fight later on. Before we end it, I just wanted to, for the people who are watching on YouTube, want to apologize in the movie video. Something happened. I don't know what happened. But we don't have any video. Inshallah, next week, يعني بنرجع بالفيديو كل شيء. For anyone who listening on Spotify and watching on YouTube, join us next week, Friday, 8 p.m. بيكون live on Twitch. twitch.tv/respawn_bh. Don't forget to follow us على Instagram, respawn_bh. Direct mafia _ yeah baby. And thanks Mansour for being here. Mansour, I don't know which one you want. Hey Mansour. Mansour. His name is Mansour. Or the basic chef. Oh, the basic chef. Yeah, follow him on Instagram, boys. Mansour. قال بيجيب لنا أكل. He's a gamer and a chef. A chef. He cooks food. He loves food. لعبت overcooked ولا لا؟ شوية. Was it fun? Yeah, it's fun. Anyways, I actually want you to invite us. I saw the pictures. ما في مشكلة. The food is. قلت بني منقل برا بنسوي. لا مو سبون يعني. لا we will go and film it and put it on YouTube. أحسن وأحسن بعد. I like that. So yeah, سووا follow حق منصور the basic chef على شو اسمه. _BH على Instagram. We'll put it in description for YouTube and Chessman. Yeah. On Spotify, just try to find it, I guess. On Twitter, he's Mansour Lee. Okay. He's a cool guy on Twitter. He might be cringy a bit, but hey. Okay. Like cool friend. Everyone is cringy a bit. Time out. Thanks. To Red Bull again for supporting the podcast. Can we? Thank we cannot do بصحتك. Sorry. Culture ما يسمع لنا نسوي بصحتك. Censorship. And thank you all for listening and watching and supporting. We'll see you next week. Bye bye. Bye bye.